عندنا ايفنتين النهارده، عندنا ايفنتين. سيد فؤاد لاول مره في النادي الاهلي، وهي عضو على فكره في النادي الاهلي. كمان تاني ايفنت عندنا الشو النوبي في الخيمه، ان شاء الله بعد ما نخلص الايفنت ده هنروح انا وسالي، هنجري نروح للشو النوبي كلنا مع بعض بعد ما نخلص المحشي. عملنا شهر رمضان الكريم ثلاث ندوات، ندوتين للدكتوره سعاد صالح في مقر الجزيره وقرى مدينه نصر، وندوه يا رب تكونوا حضرتوا معانا ندوه الدكتوره نادي عماره هنا كانت في نفس المكان. في العيد كمان لجنة المرأة عملت ايفنتين في العيد، عملنا الشو النوبي اللي انتوا هتشوفوه كمان شوية، الشو النوبي الجامد قوي. فرقة نوبيان أمارون جت في مدينة نصر وزايد على أدفع وجزيرة، والنهاردة في زايد. ميرسي ليكوا ان انتوا تعبتوا نفسكوا وعملتوا محشي. أنا متأكدة من الشكل كده انه كلكوا فايزة. طبعا انتوا عارفين انه النهاردة يوم يعني كلنا بنفرح وكلنا هنفرح للثلاث فائزات، اكيد مش كلنا هنفوز بس كلنا فرحنا وكلنا جينا وكلنا هنفرح للفائزات، صح؟ طيب بنتمنى لكم التوفيق. نرحب بالدكتورة عزة في فرع الشيخ زايد، وهي أضافت حاجات كتير وبنشكرها عليها. بنرحب بالدكتورة سالي فؤاد على تشريفها لينا النهاردة، وإن شاء الله يكون استمرار لينا. بنتمنى إن شاء الله الفرع النادي الأهلي فرع الشيخ زايد كل توفيق ويبقى في الصدارة، وإحنا بنحترم ونحب أعضائنا، وعشان كده بنحاول نقدم لهم أحسن وأفضل حاجة. احنا في دعم لينا من مجلس الاداره، كان رئيس النادي كان هنا من قيمه يومين، اضاف حاجات كتيره لفرع الشيخ زايد. قال ايه اللي انتوا عايزينه؟ اللي عايزينه على طول يتنفذ. قلنا له عايزين تكييفات في حمام السباحه، في غرف حمام السباحه، وما ننتظرش الشركه المنفذه نستلم. أمر سيادته بأن يتم عمل تكييفات في حاجات، أحداث كتيرة مش هتكلم عنها غير بعد انعقاد مجلس الإدارة، حاجات جديدة لفرع الشيخ زايد. احنا بشكره رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، وبشكر المدير التنفيذي علشان دعمه هنا للنادي. وإحنا إحنا بنحب الأعضاء ونحب نكون معاهم ونحب نسعدهم، وعشان كده لن نبخل بجهد في ان احنا نصعد اعضاء النادي الاهلي. وكان لسه من وقت قريب كان في حفله، كان افضل حفله معموله عندنا، وقبليها كان في المدام مرفق، كان في تاني يوم العيد مسرح عرايس واكوا بارك. الفرع بيبذل مجهود كبير عشان اعضاء النادي. نتمنى ان شاء الله ان احنا تملي فرع النادي الشيخ زايد يبقى كده تملي ضمن عائله النادي الاهلي وتنفيذ برنامج النادي الاهلي. مبسوطة جدا يا دكتورة عزة انك فعلا نصرتيني اكون معاكم النهارده، وتنبسطي اكتر لما تيجي كمان الجزيرة ومدينتنا. على فكرة انا عضوة اصلا في النادي الاهلي من سنين طويلة. ليا الشرف بجد، سعيدة جدا وسعيدة بان النهارده هنحقق حاجة حلوة مع بعض. شايفة اطباق تجنن وحاجات فعلا مش قادرة استنى ان انا ادوق. اي نعم لسه طالعين من عيد وبنحاول ان احنا ايه نخلي بالنا ونلم الموضوع شوية عشان نخس اللي بالناس، بس بصراحة النهارده يوم فري يعني صعب جدا. بالظبط كده، فهندوق بقى ان شاء الله، وهيكون معانا ثلاث فائزات ان شاء الله. سعيدة جدا وان شاء الله هنكمل يوم حلو جدا مع بعض.
النهارده يوم الجمعه، الجمعه الاخيره بنعتبرها في احتفالات عيد الفطر المبارك. في احداث كتير حصلت في خلال الفتره السابقه ديت. النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي بيدعمنا كويس قوي قوي قوي. كان في زياره لرئيس النادي من 3 ايام بالظبط، عشان هو هو تملي بيجي بيزور النادي يشوف مشاكل في اي حاجه بصفه مستمره. احنا في الفتره اللي فاتت دي عملنا، حصل حاجات كتير في النادي، بنلاقي دعم كتير من مجلس الاداره ومن المدير التنفيذي للنادي الاستاذ محمد مرجان. لو انت في العيد، احنا كان في احتفالات جامده تاني يوم العيد، كنا اعداد كبيره. احنا من فوق، احنا بقينا ملتقى لجميع افرع النادي يعني، وده بيشرفنا، بيعمل عبء ومجهود ولكن بيسعدنا وجودهم. احنا هدفنا جذب الاعضاء، مش هدفنا، لان احنا بنحب نقابل الاعضاء ونواجههم ونريحهم، فهدفنا جذب الاعضاء، فبنعمل كل حاجه للعضو مرتاح. مش عايزين العضو كمان يسافر يصيف، احنا عايزين يجوا هنا في النادي. وده ضمن برنامج عائله النادي الاهلي، اللي كان برنامج النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي بتنفذ. فاحنا بنجذب العضو، مش محتاجين. لو شفت الاعداء اللي موجوده في النادي في ايام العيد، اعداد زي ما يكون كل يوم عندنا شم نسيم. ف كان في تاني يوم اكوا بارك، وفي حفل اطفال وشوف اطفال واراجوز وتنوره للاطفال. تالت يوم حفله كبيره، حياتنا المطربين محمد رشاد وصابرين نجيلي. والنهارده تالت احداث اكوا بارك تاني في الحمام السباحه. الشيف سالو فؤاد احسن شيف اخترع، وشو النوبي هيبدا من الساعه 8. دي كلها احداث من ضمن الحاجات. انا لو عديت اللي حصل في الفتره السابقه دي اللي في فرع الشيخ، حاجات كتير قوي بقى. الناس ابتدت استكمال العضويات، احنا بس مش بنذاكر، بنقول استكمال العضويات، العضويات، الباركينج بتاع السيارات، حاجات كتير، احداث حصلت بيغير الوجه طبعا في وقت قليل جدا. الناس يعني مش يعني يعني الموضوع وقت قليل، واحنا بنجري ورئيس، واحنا بنطلب يعني في الشركه المنفذه لحمام السباحه في مشكله في التهويه ولسه ما استلمناش. اما رئيس النادي جه بنقول له قال ازاي ان عضو النادي يبقى كده على طول في نفس اليوم؟ جه معاينه للتكييفات، وجه العضو خلاص تركب تكييفات من غير ما ننتظر بقى، لان الهدف ان العضو يبقى مرتاح. حاجات كتيره بقى تاني اتعرضت على رئيس النادي، يعني على طول اللي حصل جه شاشات عشان تغطي كل الاحداث، ريسيفرات جديده على طول. تاني يوم نفس اليوم تم شراء، وهو بيقول احنا مش عايزين الشغل الروتيني، انت تعمل ايه؟ شوف عايز ايه يتنفس. في حاجات كتير في الايام البسيطه اللي جايه دي انا مش عايز اقولها، هتعلن ان شاء الله. عرضناها على رئيس النادي، وان شاء الله والمدير التنفيذي عرضها، وان شاء الله تكون في الايام الجايه حاجات كتيره للنادي الاهلي عامه وفرع الشيخ زايد. وان شاء الله احنا موجودين توجيه رئيس النادي، العضو لو تتملي بقولها، لان فعلا انا بقول، وان شاء الله احنا موجودين علشان اسعاد العضو. ان شاء الله نرجو ونتمنى نكون ان احنا اضفنا نوع من البهجه والسعاده على اعضاء النادي الاهلي. شوف النهارده كمان الحضور الكبير ده، وتنفيذا زي ما انت بتقول طبعا لعائله النادي الاهلي وبرنامج عائله النادي الاهلي، لما بنشوف الحضور الكبير ده هنا وفي الحفلات وفي الكلام ده بينعكس عليكم ازاي بالسعاده؟ اكيد، لان العضو بيبقى سعيد جدا يا محمود. احنا العضو لما بيجوا بيبقى في زحمه، زي ما قلت في ضغط في لود، لكن في سعاده، لان انا بلاقيه هو طالبني، هو عايزني. فالحضور الكتير دوت بيعكس نجاح الاداره في جذب اعضاء النادي الاهلي للتواجد. احنا في موسم صيف خلي بالك، والامتحانات خلصت، ومع ذلك الناس موجودين بالكثافه دي، لانهم باوجهتهم النادي بيغطي لهم مطالبهم، فاهم؟ فالحضور اللي انت شايفه، الحضور الكبير ده والعالي في النادي ده، يدل على نجاح اداره النادي في تحقيق الهدف المرجو منه اللي هو اسعاد العضو، ويجي هنا يلاقي كل طلباته وكل طلباته تلبى. فاحنا مبسوطين انهم بيجوا، عبء احنا نرحب بالعبء تمام علشان اسعاد. المهم هو في الاخر يبقى العضو ايه، حاسس ان هو بيت النادي الاهلي، عائله النادي الاهلي، يبقى سعيد. فانا ده مبسوطين. فاحنا الحمد لله زي ما انت بتقول، الكثافه الكبيره دي زي ما انت بتشوفها في ارجاء النادي يعني.
حقيقة رائع وكتير جدا مشتركين وأدوا حاجات جميلة جدا، يعني وصفات فعلا جميلة وكل واحد أبدع في الشكل وفي الطعم، ويعني الحقيقة استمتعت بكل طبق أدوقه، وسعيدة جدا إن لجنة المرأة اهتمت إنها تعمل حاجة زي كده، وبتمنى مزيد من ده إن شاء الله. ليلي، لجنة المرأة ودورها هنا في النادي الأهلي بتشوفيه إزاي كعضوة في النادي الأهلي، وشايفة كمان الجو العام في أهلي الشيخ زايد وأهلي مدينة نصر وأهلي الجزيرة، عائلة النادي الأهلي زي ما بنقول عليه؟ جو أسري جدا. أنا طبعا الحمد لله يعني من زمان وأنا عضوة في النادي الأهلي وشايفة ده من زمان، هي أسرة واحدة، وطبعا لجنة المرأة بتدعم المرأة أكتر وبتشجعها على حاجات كتير، فالنهاردة ده كان دور مهم للمرأة أنها تثبت نفسها في شكل طبق وطعم طبق، وأثبتت فعلا نفسها جدا. رسالتك إيه لكل أعضاء النادي الأهلي بكل الفروع؟ حابة تقول لهم إيه الفترة اللي جاية كمان منتظرين حاجات زي كده من لجنة المرأة كتير؟ ان احنا دايما نتابع عشان ان شاء الله هيبقى في مزيد اكتر، ودايما النادي طبعا بيدي فرص كتيرة مش بس في الرياضة، لا كمان في حاجات زي ديت، مسابقات زي ديت، فنتابع دايما مع بعض ان شاء الله هيبقى في مزيد ان شاء الله. بشكركم على الاكل الجميل وعلى كل حاجه كويسه، وكل ايد حلوه حطت ايديها في الاكل خليته جميل. نشكر اعضاء النادي الاهلي، نشكر عائله النادي الاهلي، نشكر الدكتوره عزه، نشكر الدكتوره سامي على وجودها معانا، نشكر كل المتواجدين هنا، كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله فارق فرصه نعمل مسابقه ثاني. شيف رجالي متابعك يا احسن شيف رجالي.